هيكنا بهالمشوار بس كتير كان. أمي أنا أول يوم بحياتي بنبسط من نص قلبي. عن جد حبيبتي انبسطتي؟ إيه كتير انبسطت. لك طلع بابا لطيف وحباب ودمه خفيف وحنون كمان. يعني سامحتي بهالسرعة؟ إيه أمي أنا قررت سامحه بلحظة. سامحته مشان شيل الكره اللي برمجوني على بيت جدي. معقولين؟ هدول بيكرهوا كل شيء، الشيء الوحيد اللي بيحبوه بهالدنيا هو المصاري. معك حق. ما اشتقتي لأيام؟ الشيء الوحيد اللي كاسرني هو أيام. بس مساعدتك ومساعدة بابا أنا متأكدة إني رح أنسى. تعرفي شو؟ شو؟ بكل تفصيل من تفاصيل هذا اليوم كنت عم تخيله معنا، عم ياكل معنا وعم يركض معنا وعم بشوف الشقة تبعنا. تخيلته عايش معي فيها. ليش لحتى تتخيلي؟ شو بيمنع يجي يعيش معك هون بالواقع؟ لا أمي لا. ليش؟ لأنه أنا ما عاد بدي إياه، لأنه هو أكيد رح يجيب أمه وأبوه ونرجع للمشاكل، وأنا ما عاد بدي مشاكل. غريب، اللي بيحب ما بيقسى قلبه لهالدرجة. أمي لا تزعلي مني، بس اللي بيعيش مع أهلك بيصير حيط، بيتحول قلبه لحجر صوان. تعرفي ما كنت متخيلة إنه أرجع اليوم نام بالأوتيل. يلا بسيطة، كلهم كم ساعة ومثل ما قال أبوكي بكرة بتعدي ببيتك إن شاء الله يا رب. أمي أنا قايمة غير ثيابي بدي نام، ميت نعس. والله وأنا تعبانة لسه أكثر منك. رجعني هلا عالبيت بعد بكير، لك كيف بدي اتحمل اعيش فيه بلا مأساة؟ يا ترى شو صار معك ببيروت؟ شفتي ابوكي مبسوطة؟ ما اشتقتي لي؟ بهون عليكي. معقولة ما بتتصلي معي من الوقت اللي سافرتي؟ يا رب يا رب تردلي مأساة ولا تحرمني منك.